حابين ناخد منك كده نظرة سريعة علشان نخش بقى في أجواء أدغال أفريقيا والمنتخبات. مجموعات فيها تقايل كتير، عينك على مين إلى جانب طبعا المنتخب المصري لأن هنتكلم عنه؟ يعني هو طبعا قبل بداية البطولة أنت بتشوف مين الفرق الكبيرة اللي دايما بتبقى مرشحة اللي داخل البطولة، فطبعا المنطقة العربية المغرب والجزائر موجودة وتونس موجودة بشكل كبير جدا. المغرب عملت استحقاق عالي جدا في كأس العالم، فطبعا داخلة بهوية مغربية بحتة. بتكلم على وليد الركراكي، طبعا المغرب على كل أداء هداف كأس العالم، خدت البطولة مرة واحدة. نفس الكلام بالنسبة لتونس، فالمنافسة هنا بتبقى رايحة على الشمال الإفريقي أو الشق العربي بشكل كبير جدا. على رأس ده كله مصر، لأن بالنسبة لنا احنا بطولة إفريقيا بطولة خاصة جدا، بنتحول فيها كابتن، دايما الجمهور بيحبها والبلد بتحبها واللعيبة دايما بتحبها، فدايما عشان كده احنا الحمد لله اكتر دولة حققت البطولة، وان شاء الله نحققها تبقى التامنة بإذن الله. طبعا بخلاف ان في القارة السمراء فيها منتخبات قوية جدا، يعني ساحل العاج على ملعبها وسط جمهورها وهي فريق قوي اوريدي، السنغال حامل اللقب، نيجيريا ما نقدرش نستبعدها، وبعد كده بتيجي منتخبات أقل في القوة أقل في إحراز البطولة زي مالي، غانا أحرزت البطولة برضو، الكاميرون بعدينا حصلت على البطولة 5 مرات، لكن دايما الكاميرون بيبقى عندها مشاكل، أخيرها اعتذار أونانا الحارس الأساسي قبل البطولة. لكن في النهاية مع بداية البطولة، البطولة بتبتدي بشكل جامد من الدور الثاني، اول ما بتخلص دوري المجموعات بتبتدي بقى بالظبط اللي هو ما فيهوش هزار.